طبعا احنا ممكن نتخيل نفس الحاجه هي بالظبط، بس بدل ما كان الفاكتور بتاعي بوزيتيف، الفاكتور بتاعي بيخلي الكيرف بتاعي يزيد، هخليه هنا في الحاله دي يقل. لو انا افترضت ان البي بتاعتي نيجاتيف، لو افترضت ان في فاكتور بي ده اكبر من الصفر، قصدي بوزيتيف، يبقى معنى كده لو انا خدت اي تو ذا ماينس بي في تي، ده يديني بقى عكس الكيرف اللي كان طالع، هيبقى كيرف نازل، بسميه اكسبوننشال ديكاي. وده اكسبوننشال ديكاي موجود في حاجات كتيره جدا، في ابلكيشنز كتيره جدا في البايوميديكال انجينيرنج، زي مثلا على التكنيشن 99 ام، واحده من الراديو اكتيف ايزوتوبس المستعمله كتير جدا في حاجات كتيره، زي مثلا الجاما كاميرا، او يعني بعض الابلكيشنز بتاعه الراديو اكتيف ايزوتوبس، هلاقي ان فيها ان بيبقى مهم جدا بالنسبه لي اعرف الراديو اكتيفيتي بتاعتي وصلت لغايه كام بعد ما انا خدت الراديو اكتيف ايزوتوب بتاعي. اوكي، فلاقي برضو ان هو بيبقى الكيرف بتاعه بيماتش الاكسبوننشال ديكي كيرف. فوانس ان انا عرفت معلومه عنه او عرفت الكونستنت بتاعه البي ده، بقدر استيميت الفراكشن ريمينينج مثلا من الراديو اكتيف ايزوتوب ده بعد اي وقت، بعد مثلا نمبر اوف اورز محدد انا عارفه. واحده من الديفينيشنز الظريفه جدا اللي مستعملها كتير في الجزء بتاع الراديو اكتيف فيزيكس او راديو اكتيفيتي، حاجه اسمها الهاف لايف تايم، اللي هو تي 1 هاف. التي 1 هاف ده هو اللينث اوف تايم ريكوايرد فور ا كوانتيتي تو ديكريس 1 هاف اوف اتس اوريجينال فاليو. يعني لو انا بتكلم على الكيرف بتاعي اللي هو واي تي بتساوي واي نوت في اي تو ذا ماينس بي في تي، يبقى معنى كده عشان اقول واي 1 هاف موجود عندي او التايم بتاع 1 هاف ده موجود، بقول ان الكلام ده ان واي تي 1 هاف بتساوي 0.5 واي نوت. اوكي، يبقى معنى كده ممكن اجي في الايكويشن بتاعتي اقول ان e to the minus b t 1 half بتساوي 0.5، عشان انا خدت الواي نوت دي وديتها ناحيه ثانيه، فيعني في الاخر بقت اتشالت مع الواي نوت اللي في الايكويشن. فلو انا حليت الايكويشن دي يطلع لي ايكويشن في غايه البساطه، وعاده الناس بتحفظها ما بتبقاش محتاجه ان هي تقعد تدرايف الكلام ده من اول وجديد. ففي الاخر بيطلع لي t 1 half بتساوي 0.693 over b. اوكي، بي ده الكونستنت بتاع الاكسبوننشال كيرف بتاعي، و 0.693 دي هي الايه، هي دي حاجه كونستنت كده بناخده ويبقى عارفينه وخلاص. اوكي، النقطه بقى ان احنا لو خدنا نفس الحاجه هي بدل ما كنا بنتكلم على اكسبوننشال ديكاي بتكلم على اكسبوننشال جروث، بتكلم على تي 2 اللي هو الدبلنج تايم، بدل الهاف لايف يبقى الدبل لايف، يعني دبلنج لايف او دبلنج تايم بتاعي، بتكلم على نفس الكيرف ده، بس بدل ما كان عندي هنا نيجاتيف بقى عندي هنا بوزيتيف، بيحصل لي نفس الكيرف، نفس التي 1 هاف هي بالظبط، يعني هي نفسها هي عباره عن تي 2، بس بحط البي بتاعتي هي البي بتاعت الاكسبوننشال جروث. كمثال على كده الراديو اكتيف ديكاي اوف تكنيشن 99 ام، ده اللي بيستعمل في جاما كاميرا زي ما كنت قلت من شويه. الديكاي ريت بتاعها البي بتاعه بيساوي 0.1155 اور ماينس 1، البي اللي هي موجوده في الاكسبوننشال ديكاي كيرف بتاعها هي بتساوي الكلام ده، بس اكشوالي المتعارف عليه اللي الناس دايما بتستعمله هي تي 1 هاف. التي 1 هاف في منتهى البساطه نحسبها اللي هي 0.693 على البي، هيطلع لي حاجه بالشكل ده كده. عاده الناس لما بتيجي تستعمل او عايزه تحسب الراديو اكتيف ديكاي بتاع الراديو اكتيف ايزوتوب بتحسبه من التي 1 هاف، ودي اللي بتبقى عاده موجوده، مش البي، مش الاكسبوننشال ديكاي كونستانت بي. اوكي، يعني معنى كده لو انا قلت مثلا ان انا عايز احسب الكميه اللي موجوده بعد 12 ساعه، معناها ان انا دلوقتي بعد 6 ساعات نزلت للنص، بعد 6 ساعات هنزل النص بتاع النص، يعني معنى كده بعد 12 ساعه هيبقى عندي ربع اللي كان موجود عندي في البدايه.